السلام عليكم ليكيب، والله توحشتكم، طولت عليكم شوية. الله غالب، مين إن شاء الله منا القدام غير جديد. اليوم جبت لكم فيديو إن شاء الله يكون في متناول الجميع، من أجل مدينة جميلة. غادي نتلاقوا مع ليزارتيست، هادو راهم يمدوا واحد البصمة مليحة للحي. بون، باش تفهم الحكاية اقعد مع الفيديو حتى للنهاية. بون كيما شفتوا هذا هنا، شوف اني روطار اليوم والله العظيم تبقته على 9:10 وراه فايت على 10، ما فقت بكري. بون بدينا البارح، حتى درنا هذا درنا هذا وهذا هو ان شاء الله كيما راكم تشوفوا دروك. شوف كيفاش راه عقلوا عليه، دونك تشوف غادي يكمل ان شاء الله. انت داك تفرج في هذا الفيديو، ادعي لنا ربي يسهل لنا ويسهل لكل واحد ان شاء الله اللي باغي يعاوننا ويدير الخير، ان شاء الله ربي يسهل له. كيما شفتوا رحنا جينا لهنا، ليكيب راها ناشطه على الصباح، راه معايا امين بلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنا على هاد المبادره اللي راكم ديروها. هاد المبادره هي مبادره شبانيه من اجل تحسين الاحياء العتيقه هنا في الولايه تاع تلمسه، والهدف منها كامل هو تحسس المواطن بضروره يكون تريز انجاجي، وحتى هو يبادر بالامور البسيطه اللي عنده، الوسائل البسيطه، المهم يبادر ويخلي بصمه ايجابيه في المجتمع. السلام عليكم، مرحبا بكم، شكراكم بيا. انا في المدرسه البروجي هذا نعاودوا الترميم ونديروا لابينتور وان شاء الله لي بو دو ديكوراسيون لي فلور كيما في البلدان الاخرين تورستيك. اون اسبير هنايا في تلمسان، تلمسان وكاع لي ويزوغويه لهيا نكونوا ان اكزومبل ليهم. هادو الناس اللي راهم حابين بالبلاد تطلع وتسكن وتتنقى، وسورتو الشباب تاعنا، الشباب لي جون راهم هنايا قايمين بالوزن. كاين ديزارتيست، الله يعطيكم الخير. انا لي زونفون حاجه سهله مهله، بدا حط الحجره الاولى من بعد الناس يجيو يعاونوك، ومن بعد الخير يجي وحده. الله يعطيكم الخير سانتوما ان شاء الله. دونك ليستوار نتاع هاد العرسه تاع مغلقين لي غيال هي اون رياليتي بكري لي فامي، كي واحد يكون عنده وليد وحيزوجو بصح ما عندوش البلاص بزاف في الدار، يهضر مع جارو يقولوا بلي فوالا عندي دوك ندير جو في فوندي اون فامي. دونك واش نديرو، هذاك مول الدار وجارو يروحوا يخدموا بيت، يغلقوا بها هذيك الطريق اللي تولي ديرنا ضليله، بصح اون رياليتي فوق هذيك الطريق كاينه اون فامي راهي تطلع، باسكو كاينه اون شومبر نتاع لي نوفو مار. فوالا هذه هي ليستوار. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بنا جمال. هذه المبادره تاع لونسيان مدينه، لازم نكون اليد في اليد. اخذ هذه تلمسان ماشي تساعي ولا تساعه ولا تساعه كذا تشوف فيا، لا هذه تلمسان تاع كامل التلمسانيين. حنا ما نسقدوش الصوره نتاعها، شكون اللي غادي يسقدها؟ غادي يجي واحد من وهر؟ لا، من المستحيل. وتاع اللي يجي يقول لك بني المدرسه، اخذ كاين واحد الكلام راه مغاطي فيه، يقول لك بني ولاد المدرسه البلاصة ما تصلحش، فيها الشراب، فيها الضع، ما كايناش منها. روح عند ولاد المدرسة باش تعرف الناس شكون. خلاو فينا. خصك تاكل، خصك تشرب. المبادرة أنا فرحانة بها، ومادا بيما زعما يد في اليد. تتعمم ثاني. والله يعطيهم الصحة. هاد الشبيبة تاع اليوم ما شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. إن شاء الله. هاي هاي ادعيكم هاي الحاجة. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي يجازيكم ويعطيكم بالصحة ويحفظكم. والله إن شاء الله بارك الله فيك. آمين آمين إن شاء الله يا ربي آمين. مادا بينا كاع الشبيبة تاع الحي. حتى هي تمد اليد المساعدة ان شاء الله. الشباب ما شاء الله ثاني مادام بينا كاع لي زوطر ولايات الاخرين تاع الجزائر،
يقوموا بنفس المبادرة، كي هي حاجة سهلة، حط الحجرة الأولى بعد صالح جو ساري شو الناس يعاونوكم وجو عاودوا سبونسور يعاونوكم بعد في التالي في التالي كي تكملوا تلقى سوفونير تلقى حاجة مليحة تلقى شابة خدمة صغيرة سورتو سورتو العفسة والراهبة في الأطفال والله باغيين امبليكيو لي زونفون باش يتعلموا وزرعوا البذرة في هذا الشبيبة الصغار هذا هو الصح حبيبي الناس ما شاء الله راه خدامه راك تشوف نعم يعطيك الخير بو جماعه عليك راه وقفه بيان تاع بصح كيما راكم تشوفوا راكم تشوفوا هاد لا مي ان شاء الله من بعد تعرفوا بيان غادي يولي التوريزم هنا ردوا دونك انت اللي راك تشوف هاد لا فيديو ايسيي تدعي لهم تدعي لكل واحد وكل واحد يبغي يجي يعاون يكوتي يجي معاهم يا با بروبليم مرحبا بكم رحنا هنا حتى ان شاء الله نوصلوا حتى اليومو تاع رمضان ان شاء الله دونك نسيي و نبارطاجيو معاكم السلام عليكم السلام عليكم جماعه كيما شفتوا النهار فوتنا شباب مع لي زارتيس دونك غادي نخليك معاهم وهما غادي يوصلوكم الميساج اللي راهم باغيين حنا اول حاجه نتمنوا منكم تعاونونا تبوسيونا وبوكو بلوس لي زونكوراجمون هذا هو الصح من بعد اي واحد يقدر ياك جمال اي واحد يقدر يساهم باي حاجه كوسوا ماتيريال كوسوا tout ce qui est construction tout ce qui est par exemple la restauration il conseil technique voilà. conseil technique اي حاجه مرحبا بها اي فوالا هذا هو انا نقراو فيكم نتسناو فيكم essayez de venir روح شوفوا بعدا الافونسمون تاع الخدمه اللي خدمناها دوك تشوفوا vous allez être satisfait دوك توما sûrement دوك تعاونونا من بعد وتوقفوا معنا وما ثاني vous allez contribuer وهذه الخدمه ماشي لينا ليكم للفيوتشر جينيراسيون بلادنا ولا مرفدناهاش حنا شكون يرفدها فوالا صحيح بارك الله فيكم دونك غادي نسيو كل يوم ندير لكم ايبيزود باش هكذا تفهموا الحكايه بيان مالي غير نقول لكم السلام عليكم هادو اللي جاوا يبنترو في الحومه تاعنا ربي سهل لهم وانت يا ربي سهلت